تعالوا هنا بالنسبه للهوم ورك، انا عايز بس الناس اللي معايا كلها تتمم لي انه كله سامع لي بعد اذنكم. يا ناس يا ريت الناس اللي قاعده كلها كله يتمم انه كله سامع لي. كله يكتب كده انه كله سامع بعد اذنكم. فادي اوكي رشيدي تمام حبيبي قلبي، ها فادي سامعني، جميل جميل كريم ياسر كله يكتب لي ايوه تمام. محمد حسن عمر اشرف زهره يا ريت كله يكتب لي ان هو سامع. طيب تمام جميل قوي جميل جميل جميل. تعالوا بقى احنا كنا حلينا مع بعض لحد فين يا فندم؟ لحد فين يا اساتذه في البراكتس؟ لحد هنا. طيب هنمشي سؤال سؤال، اللي عنده مشكله في سؤال يقول لي اقف عنده يا مستر اشرحه لي تاني. خلاص عشان بحس ان احنا ما يبقاش فيه اي حاجه في الشيت ده مش موجوده جوه دماغنا. امين؟ طيب كويستشن نمبر 3، حد عنده فيه اي مشكله؟ شيلكوا سؤال سؤال. مش مستعجل انا. كويستشن نمبر 4، حد فيه عنده اي مشاكل؟ نمبر 4 لطيف. طيب question number 5 ده على التوبيك اللي احنا هناخده النهارده، سيبوكوا منه. ها question 6 7 8 9 10، حد عنده سؤال لما حله لقى نفسه مش فاهمه عايز نشرحه تاني؟ على مهلك. يا مستر ممكن نمبر 6 لو سمحت. حاضر امسك السنين اهو. طيب بيقول لك ايه الكويشن الجميل اللذيذ اللطيف ده؟ بيقول لك which of the following does the author claim to be true of language؟ طيب الاول بسال سؤال، السؤال ده سبيسيفيك ولا جنرال؟ انا في اوقات بتلخبط في الحته دي ان انا مش بعرف حد سبيسيفيك ولا جنرال. جميل، لحد ما نتعود لحد ما نتعود. هنا السؤال هو بيسألني على إيه؟ بيقول لك إيه اللي اتقال فعلاً عن اللانجوج؟ طب هي اللانجوج دي جت مرة ولا دي موضوع الباسج؟ دي أنا مش عارف أحددها لأن أنا ما قريتش الباسج. ما قريتش الباسج، جميل قوي. لما يجي لك السؤال بالشكل بالمنظر ده، ده على طول جنرال. خلاص؟ زي كده، يقول لك which of the following is true about Mr. Nashat؟ Which of the following is true about football؟ كلمة ما أكيد الكلمة دي اتكلمنا عنها كتير صح؟ وخدناها وإحنا بنشرح مع بعض كان في السؤال الجميل. لحظة أجيبه لكم أهو. لما جينا قلنا هنا هو بني براكتس وجينا قلنا سألنا السؤال الجميل قلنا إيه؟ Which of the following is true of the headless horseman؟ ما هو the headless horseman ده هو مش بقى لي بقى ذا هيدلس هورسمان لما عمل ايه؟ قال لي لا ذا هيدلس هورسمان. طب انا ايه اللي اكد لي ان الهيدلس هورسمان دايما اتكلمت عنه مره واحده؟ ما يمكن في باراجراف عمال بيتكلم عنه. فبالتالي ما تجيش تقول لي which of the following is true about كذا. كذا دي اكيد اتكلمت عنها كذا مره. اوكي؟ هي دي اللقطه يعني. هو نفس الموضوع. فين؟ هو نفس الموضوع يا حبيبي. يقول لك ايه؟ يقول لك which of the following is not احنا question number 6 which of the following does the author claim to be true of the language. طب language دي اتكلمت عنها كتير يبقى بالتالي step 1 ان انا هقرا الانسرز. لو رحت لللاينز لو رحت لللاينز الاول هتلاقي اللاينز اتكلمت عن اللانجوج كلهم اتكلموا عن اللانجوج موضوع الباسج يعني. فبالتالي step number 1 ان انا هقرا الانسرز الاول. قشطه. طيب ممكن تقول لي انت طلع معاك الانسر معاك انت سيبك من الاجابه الصح معاك الانسر الصح ايه واللاين الصح ايه بالنسبه لك انت؟ الانسر الصح اللي هي 33 كانت سي و 34 كانت ايه او ايه. جميل. يعني انت شايف ان هو اتقال ان اللانجوج از ان انيت فينومينون. فينومينون يعني ظاهره، انيت يعني ظاهره فطريه حاجه في الفطره. تمام.
جايز المعلومه دي تكون صح، بس هل اللاين اي قالها ولا لا؟ فلازم نرجع لللاين اي. تعال بقى نشوف اللاين اي كده اللي هو من 6 ل 11. انا عايز امشي معاك واحده واحده افكر زي ما انت ما فكرت. قال لك in this examination في الاختبار دي it is essential to be free from the vague popular impression that some oral language of the general character of that now used among mankind. طب فين هنا قالت ان هي innate phenomenon، ان هي ظاهره فطريه حاجه داخليه في الانسان؟ في is natural. بس عشان هي is natural يعني. طب تعالى كده نشوفها الناتشرال دي. قال لك it is essential to be free from the vague popular impression that some oral language of the general character of that now used among mankind. انت جايبها من الاول. طب فين موضوع natural؟ انت عايز اقول لك is natural to mankind يعني هي حاجه طبيعيه، فبالتالي هتبقى حاجه innate. لا، مش هتدي نفس المعنى. ان الحاجه تبقى natural يعني حاجه عاديه، حاجه اعتياديه، مش حاجة في طبيعتك الفطرية، وما يقصدش بيها كده. طب بص معايا مثلا اللاين ده مع الانسر ده. بص معايا كده اللاين دي اللي هو من 33 ل 31 ل 36. نقرأ كده بالراحة مع بعض. من 31 ل 36 قال لك it has been until of late years generally held that thought was not possible without oral language. يبقى thought was not possible، مش ممكنة، without بدون الأورال لانجوج. الأفكار ما ينفعش تكون موجودة من غير الأورال لانجوج. هل في أنسر قالت الكلام ده؟ أيوة. إيه؟ يبقى in the past there was an important link made between the speech and the and the thought. لان السبيتش او الثوت مش هتنفع من غير السبيتش. طب هل هو قال سبيتش؟ ما هو قال لك كده. قال لك ايه؟ قال لك اورال لانجويج. ما هي الاورال لانجويج هي السبيكينج، هي السبيتش. صح. بس فبالتالي الانسر ايه مع اللاين دي هما ماتشت جدا، لكن انت استنتجت ان ناتشرال يعني حاجه داخليه جواه انيت فيه. ده هي حاجه اعتياديه، حاجه عاديه، حاجه طبيعيه. تمام. اوكي تمام. وبرضه هو جربان يعني. انت لما اخترت مثلا سي مع ايه ما هي حلوه. انت فاهم؟ انا عذرك طبعا. ايوه فاهم. حد طلب 9، في حد محتاج 7 او محتاج 8 قبل ما نروح ل 9؟ مستر انا في بيجي 4. انت في كام؟ بيجي 4. كنت برضه 3 مايه غلط، مش عارفه ليه. ده كويشن كام؟ ممكن تقولي كويشن كام؟ كويشن كام؟ 34 تقريبا. 34 ايه؟ مش عارفه بصراحه. بصي هو الرقم هتلاقيه مكتوب في النص اهو كده. ما هو 4 4 question 4. question 4. طيب هنا بيقول لك ايه؟ young andrea was most content يعني happy. when امتى يعني كان بيبقى سعيد امتى؟ هل السؤال ده specific ولا general؟ هل هو بيسألني على young Andrea عموما؟ specific طبعا. بيقول لي ان young Andrea بيكون مبسوط امتى؟ بس يبقى reading and writing. هنروح لللاين الاول. انهي لاين في بيقول ان هو بيبقى مبسوط جدا؟ وانا عملتها بي. طب نقرأ بي كده اللي هو بيقول فيها ان هو مبسوط جدا. 26 to 30 اهو. the boy's name was Andrea. اسمه أندريا. He was such a quick, sharp little boy that he was sent very early to school and had learned to read and write. هل هنا قال إن هو بيبقى مبسوط جدا؟ ماشي. جدا. يبقى أنا ماليش دعوة باللاين دي لأنها ما جابتليش الهيدنج بتاع السؤال. فكرة إن أنا أقول لك نجيب اللاين الأول هي مش فقاقة من المسك. لا، هو السؤال بيتحل كده. طيب فين بقى إن هو بيبقى مبسوط قوي؟ أنا مصر إنك تجيبيه. تعالي كده نشوف مثلا، نشوف اللاين سي كده نقرا مع بعض. ماشي. 34 36 early days to begin work at 7 years old. بدري قوي انه يشتغل وهو عنده 7 سنين. But Andrea thought it is quick as good as play. هتبقى بي. لا بالراحه بس اللاين سي قال ان هو مبسوط جدا.
فين بقى المبسوط جدا فين في line C؟ هو قال he was always perfectly happy. ما قالش بقى if he could have a pencil and paper. أيوة ده في line D صح؟ أو. برافو. برافو. أنا سمعت C ماشي. يبقى من 36 ل 41 صح؟ اللي هو بيقول إيه؟ he was always perfectly happy. أيوة هو ده اللاين. ليه بقى هو happy ليه؟ يبقى أنا لما في هنا specific idea رحت جبت اللاين الأول. أيوة happy إمتى حضرتك؟ قال لك if he could have a pencil and paper، لو معاه قلم ومعاه ورقة هو بيبقى مبسوط جدا. فين الأنسر اللي بتقولي كده يا ماما؟ طب أبي بس كده شكرا خلص الموضوع. ده سؤال اي اس تي، يعني جه في امتحان اي اس تي قبل كده. ماشي مستر. حبيبي حبيبي. ها مين عنده اسئله تانية؟ مش عايز اخش على نوع اسئله الا لما يكون السؤال اللي فات احنا فارمينه. ناين يا مستر. حاضر يا فندم. ناين 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 ناين. جميل. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي which of the following views، views يعني وجهات نظر رؤيه، can describe تقدر توصف the conflict between خناقة حصلت ما بين among patients مرضى among ما اعرفش ايه among ده and the medical staff. واضح ان في patients وفي medical staff اتخانقوا مع بعض. طب هنا هو مش بيسألني على الخناقة، هنا هو بيسألني على ال view اللي بتdescribe ال conflict صح؟ طيب انا عايزك الاول تروحي للاين قول لي بص يا مستر اللاين دي مش بتقولي ان في خناقه، لا اللاين دي هي اللي بتوصف بتدي وجهه نظر او راي في الخناقه. جت معاكي انهي لاين؟ هو انا جت معايا لاين سي. حلو، انت جبت اللاين سي ده ومقتنعه بيه تمام. لكن الانسر هي اللي جت معاكي غلط. ايوه. طيب تعالي نقرا اللاين سي مع بعض اللي هو من 38 ل 40. قشطه. طيب من 38 بيقول لك ايه؟ if you stand، لو انت واقفه at the point of tangency. عارفه ايه ال point of tangency؟ عارفه لما تعملي دايره كده وتحطي نقطه على الدايره ويجي خط يقطعها كده، النقطه دي اسمها point of tangency اللي هي نقطه التماس، خط بيقطع الدايره من بره. اوكي، بس هو ما يقصدش كده، هو يقصد لو انت واقف بره، لو انت واقف بره الدايره. اوكي، يبقى if you stand at the point of tangency you can see، هتقدر تشوف both sides، هتقدر تشوف الطرفين better، احسن than if you were in the middle of either one، احسن ما تبقى في وسطيهم. لو انت واقف بره هتشوف الاثنين اللي بيتخانقوا احسن ما تبقى في وسطيهم. فين الانسر اللي قالت الكلام ده بس بطريقه ثانيه؟ دي مش كده؟ برافو. you can learn more about two parties. two parties مش حفلتين، two parties يعني حزبين، فريقين، طرفين. يبقى about two parties in conflict في خناقة as a as an observer. observe يعني يشوف، observer مشاهد، تقدر تحكم على الطرفين بيتخانقوا كمشاهد وانت واقف بره at the point of tangency. then as an involved participant. participant يعني مشارك، involved يعني داخل في الموضوع، احسن ما تبقى طرف مشارك في الموضوع. يبقى انت تقدر تحكم على الخناقه كمشاهد احسن ما تكون طرف في الخناقه دي تمام. يبقى الانسر دي قالت نفس الكلام اللي في اللاين سي بس دي بطريقه ودي بطريقه. ايش طيب يا قلبي؟ حلو حبيبي حبيبي. حد عنده اي اسئله تاني؟